الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم: إليه يصعد الكلم الطيب. وهذه الكلمات تضاعيفها أنها جزء من آية: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومكر أولئك هو يبور. وبيت القصيد في عنوان خطبة اليوم: إليه يصعد الكلم الطيب. وقبل أن أدلف إلى الموضوع الذي اقتبسته من عنوان الخطبة، أريد أن أعرج بشكل سريع على بعض التفاصيل التي تتعلق بهذه الجزئية. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي إن الكلم الطيب، بقطع النظر عن كلام المفسرين، كثير من المفسرين يرون أن الكلم الطيب هنا هو ذكر الله عز وجل، وبعض المفسرين يرى أن أي خير، أي عمل تبتغي به وجه الله عز وجل، وكان لقلقات لسانية ترجمت من خلال لسانك أيضا تصل إلى الله. لكن هنا سؤال، يعني الكلم الخبيث ألا يصعد إليه؟ أهل التفسير قالوا كلاهما يصعد، لكن المقصود هو التشريف للكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الهاء عائد على من؟ يرفعه على من؟ الهاء عائد على من؟ الله يرفع يصعد الكلم الطيب؟ هل العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، أم أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح؟ كلها وجوه حقيقة وجديرة بالتأمل. المهم، ما أريده من خطبة اليوم أن نعلن الحرب على جرثومة أخلاقية تفتك بالعلاقات الاجتماعية، وتكسر جسور التواصل بين أبناء الأسرة الإنسانية، فهي جرثومة خطيرة فتاكة، ترسم لوحة قبيحة مشوهة، لكنها أكثر قبحا وأكثر تشويها عند من ينتسبون إلى الدين والتدين. ما هي هذه الجرثومة الخطيرة؟ هي بذاءة اللسان، هي الفحش بالقول، التي للأسف صارت عند بعض الناس من خلال ثقافة مريضة، أن من تمام الرجولة وأن من كمال الشخصية القوية أن يكون الإنسان ذا لسان بذيء ذرب. اللسان الذرب في اللغة العربية أي السليط، حتى قال بشار بن برد الشاعر الأموي الذي اتهم بالزندقة، كان يفتخر ويقول: إن لي لسانا، والكلام لبشار بن برد، إن لي لسانا يفلق الصخرة
بعض الناس تتعوذ من لسانه، ثم بعد ذلك يسألك عن قيام الليل، ثم بعد ذلك يسألك عن الصلاة، ما قيمة الصلاة وما قيمة الصيام، ما قيمة الأعمال. المؤمن أجمل ما يشرق ويتميز ويتفرد به المسلم بشكل عام، والمؤمن بشكل خاص أجمل ما يشرق به ويدهش به هو حسن منطقه، حتى قالت العرب: جمال الرجل فصاحة لسانه. وليس المقصود بالفصاحة هنا أن يكون عالما بأساليب البلاغة والحصر والقصر، لا، أن ينتقي الكلام. حتى قالت العرب: اختيار الإنسان قطعة من عقله. سيدنا عمر يقول: يا صاحب الضوء، لما رأى نارا ما قال يا صاحب النار. فالإنسان ينبغي عليه أن ينتبه للسانه. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم، من هذه الأحاديث، من هذه المجالس التي فيها غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وكلام بغير علم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. القول الطيب. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. هذه الآية أيها الإخوة تصلح أن تكون ورقة عمل لقاعدة أخلاقية عند البشرية كلها. وقولوا للناس، ما قال قولوا للمسلمين، ما قال قولوا للمصلين، ما قال قولوا للملتزمين، قال قولوا للناس حسنا. أما قال سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه: المسلم من سلم الناس. هذه رواية، الناس من لسانه ويده. لما أرسل الله، وهذا معلوم لديكم، كليمه وحبيبه إلى أكثر إنسان متجبر في الأرض الذي قال: أنا ربكم الأعلى، أرسله إلى فرعون، قال الله لسيدنا موسى كليمه وقال لأخيه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. ما قال إنه طغى: اذهبوا عليه وأغلظوا له بالقول، فقولا له قولا لينا لعله، يعني ليس مطلوبا منك إن تكلمت أن تنزله على رأيك، لعله يتذكر أو يخشى. فالكلمة الطيبة أيها الإخوة، الكلمة الطيبة سحر، الكلمة الطيبة كما جاء في الحديث صدقة. والله عز وجل يعطي على المعروف وعلى الكلمة الطيبة ما لا يعطي على الفحش. والذي تريد أن تحصل عليه، كما يقال في المثل في بلاد الشام، بكلمة خبيثة يمكن أن تحصل عليه بكلمة طيبة. فلينظف العاقل لسانه من هذه الأمور، لأن الصلاة والصيام وهذه الصور لا قيمة لها، لا حقيقة لها إن كان هناك لسان بذيء. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن فحاشا ولا طعانا ولا بالبذيء ولا بالبذيء. فنريد أن نعلن الحرب على هذه الخصيصة البذيئة. هناك مثل ألماني يقولون: إن الزمن يهدم ما هو كائن، الزمن يهدم ما هو كائن، لكن اللسان يهدم ما سيكون. لعمري إن اللسان يهدم أمور لا يهدمها السنان، السيف، جراحات السنان لها التئام، جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. أحيانا زوجي يشتري لزوجه حقيبة يد صغيرة ب50,000 درهم، وأنا لا أتحدث كلاما رجما بالغيب، ثم بعد أقل من ساعة سيل من الشتائم ومن البذاءات، وأنتم كرامة، يعني أنت تربأ بنفسك أن تخرج من دورات المياه، ثم تبكي وتقول: أنا لا أريد هذه الحقائب، لا أريد كلمة طيبة، لا أريد هذا. ثم يندم يقول: لا، أنا ما قصدت بهذه الكلمة تفاصيلها وحقيقتها، أما اشتريت لك هذا. لا، إن لم تسعوا الناس، ما أجمل هذا الحديث من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
إن لم تسع الناس، يعني حتى نستفيد من العنوان إليه يصعد الكلم الطيب، إن لم تسع الناس صلى الله على معلم الناس الخير، إن لم تسع الناس بأموالكم، يعني الهدية بريد المحبة، لو كان يهدى إلى الناس قيمته لكنت أهديتك الدنيا بما فيها، والهدية تذهب وحر الصدر إلى آخره. ثقافة الهدية شيء رائع، لكن أنت لا تستطيع، أنت لا تملك الندى، لا تملك المال حتى تهادي الناس. فالنبي قال إن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. الكلمة الطيبة يعني لا تكلف الإنسان شيئا، حتى يقال في العامية ليس عليها جمارك، بمعنى الكلمة الطيبة سبحان الله دواء 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 أيها الإخوة. ماذا أحدثكم؟ لذلك نريد أن نعلن الحرب على هذه البذاءة لأمور. أولا لأنها تخرج الإنسان عن دائرة كمال الإيمان. مؤمن بذاءة لسان لا يمكن، لا تجتمع، مستحيل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن السب والشتم حتى للجمادات، قال لا تسبوا الحمى، درجة الحرارة، يعني ارتفعت الإنسان درجة حرارته فصارت، أسأل الله أن يعافي جميع المرضى في العالم، صارت 40 أقل أكثر إلى آخره. النبي دخل على امرأة اسمها أم السائب، فقال لها صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: ما لي أراك تزفزفين يا أم السائب؟ قالت: يا رسول الله إنها الحمى، قاتل الله الحمى، درجة حرارة مرتفعة وكذا. فقال لها: لا، انظروا إلى أدب. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة المريض وجبر الخواطر قال لها: يا أم السائب لا تسبي الحمى، فإنها تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد. يعني إن صبرت على ذلك، والإنسان إن لم يصبر ماذا، لن يغير شيئا. يعني الذي يضجر وتخرج من فمه كلمات فيها جرأة على الله عز وجل، هل يغير قدرا؟ لا. فمن رضي كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. يعلمنا ثقافة الأدب حتى مع القضايا التي لا روح فيها. لا تسبوا الديك، لا تسبوا الريح، لا تسبوا الدهر. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن لا نعود ألسنتنا على هذه الأمور، لأنها تخرج الإنسان عن كمال وتمام دائرة الإيمان. ثانيا أيها الإخوة الأكارم، تجعل هذه الشتائم وهذه الكلمات البذيئة تجعل الإنسان مفلسا أمام محكمة العدل الإلهية. كيف الإنسان إذا أراد أن يقدم لوظيفة ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى مع فارق القياس، يوطن نفسه، ماذا يجيب؟ وهل يجيب أكثر من حجم السؤال؟ كيف يتحرك؟ ما هي لغة الجسد؟ هذه كلها تتعلق حتى يأخذ علامة متفردة وتزكية يصل إلى ما يريد. وأسأل الله أن يبلغنا جميعا ما نريد على ما يرضيه إن شاء الله. طيب، إذا كان هذا حال الإنسان مع أمر دنيوي يشكر ويؤجر عليه، من باب أولى أن يرعوي عن الكلمات البذيئة وأن يراقب لسانه حتى لا يكون مفلسا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس فيكم؟ انظروا إلى هذه الأسئلة التي تحفز الصحابة صلى الله على معلم الناس الخير. قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس فيكم يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وسب هذا حتى يؤخذ من حسناته، حتى تفنى حسناته، ثم يؤخذ من سيئات من كان يسبه فتطرح عليه فيلقى في النار. فصار مفلسا بسبب اللسان. باللسان، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. إنسان بكلمة مات، قتل بكلمة، بكلمة، حتى قالت العرب كما يذكر الإمام الذهبي: إنسان فاتته سكتة، يعني ليته سكت في هذا الموقف. الآن إنسان يحسن سنوات كثيرة، وإنسان طيب ورائع، خرجت منه
بغير قصد أو بقصد، مزاج، اختلف مع زوجه، عضه الدهر بنابه، مريض، أخذ دواء، خرجت منه كلمة. انظروا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، يا لطيف، ينسفون كل شيء ويشاركون ما خرجت منه، كما قال الذهبي سكتة، فاتته سكتة، يعني ليته سكت في هذا الموضع. من منا لا يخطئ؟ كلنا ذاك الرجل، من ذا الذي ما ساء قط؟ فإذا نحارب بذاءة اللسان أولا لأنها تخرج الإنسان عن دائرة كمال الإيمان، ثانيا لأنها تجعل الإنسان مفلسا يوم القيامة، ثالثا لأنها تذهب المحبة، تذهب المحبة وتزرع الغلة في قلوب الناس. كلمة، طبعا الناس متفاوتون، إياك أن تعتقد أن الناس كلهم أن الناس كلهم متسامحون متصالحون مع ذواتهم، لا صدقا. بعض الزوجات جاءت هي وزوجها، أنا لا أتكلم كلاما رجما بالغيب، يعني هذه من الصور الغريبة، جاءتني امرأة عندها أولاد وتزوجت ردحا من الزمن، لا أذكر 10 سنوات أكثر أقل، المهم أخرجت ورقة، أخبرتكم بهذه القصة، أخرجت ورقة من جيبها دفتر، قالت قال لي زوجي، تحكي تعني زوجها، قال لها زوجها في يوم الخطوبة عن أمها كذا، وقال لي كذا، ومرتين قال لي كذا. ما هذا؟ لا حول ولا قوة، لا يعني حقد يا لطيف. ثم تقول لك ها هي تحب زوجها أو العكس. لا تتصورا ولا تعتقدا أن الناس كلهم متساوون في التسامح، لا. لذلك انتبه إلى اللسان، قد تقول كلمة لموظف عندك، أنت تقول هذا موظف عندي ليست هناك مشكلة، فيعني تغلظ له القول وتكسر كرامته أمام الناس أو أمام الموظفين، فيخلو بنفسه فيدعو عليك وأنت لا تعرف من أين جاء هذا البلاء. فتش فتش، لا تكسر بخاطر أحد، إياك أن تجعل أحدا في البيت ينام أو خارج البيت وفي قلبه شيء عليك، إن كان موظفا، ولدا، زوجة، خادمة، مرحبا وأكرم وأنعم بالجميع، لكن حاول أن تنام وأنت قد جبرت الخواطر، لا تكسر بخاطر أحد حتى تكون من أهل إليه يصعد الكلم الطيب. الكلمة الطيبة سبحان الله هي التي ترفع العمل الصالح، أما إنسان عمل صالح وكلام بذيء لا يجتمعان أبدا. بعض المصلين للأسف الذي ما فهم من الصلاة إلا اسمها، وما فهم من الصلاة إلا شكلها، لكنه ما فهم حقيقتها، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل، يعني فهم، إلا ما عقل منها. بمجرد أن ينتهي من الصلاة شتائم وبذاءات، لا حول ولا قوة في المسجد هذه، بل كما قالت العرب بضدها تتميز الأشياء. مرة كنت في عرفات، أسأل الله أن يكرمنا جميعا بحج بيت الله الحرام، وأن يحشرنا وأن يكتبنا مع أهل عرفة في هذا العام وفي كل عام. في عرفات أيها الإخوة خصومات من أجل برتقالة، أنا لا أمزح، وقد يتعجب البعض لماذا تذكر هذه الصور على منبر رسول الله، نحن نذكر هذه الصور القبيحة حتى نجتنبها، شتائم، بل إن بعضهم والعياذ بالله أساء الأدب على الذات الإلهية في عرفات. لذلك ينبغي علينا أن نحارب هذه الأمور. الشتائم والسباب أنواع ليست متساوية، سأذكر بشكل سريع 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 أخطرها، أخطر أنواع الشتم والسباب وأنتم كرامة، سب الله عز وجل والأنبياء، وهذا من أقبح وأسوأ أنواع الشتائم. قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. لا يمكن، يعني هذه الظاهرة للأسف موجودة في بعض الجغرافيا، في جغرافيا بعض الدول الإسلامية والعربية للأسف. الحمد لله بعض الجغرافيا ما سمعتها، لكن للأسف يعني تمشي في بعض الأزقة أطفال يلعبون الكرة وهو لا يعرف باعتباره
غير مكلف لكنه سمع من الكبار ما يفهم هذه الكلمة، يعتقد أنها من تمام الرجولة أن يستغفر الله أن يسب الله وأن يسب الأنبياء، لكن إن سب أباه ما في تقوم يغضب. سب الدين يا لطيف هذه ظاهرة خبيثة جدا، وقد تحدثت عنها في دروس التفسير في المسجد، لا أريد أن أطيل. أخطر أنواع الشتم والسباب والعياذ بالله سب الله أو الأنبياء. ثانيا، من أخطر أنواع الشتائم أن يسب الإنسان معتقدات الآخرين، صليبا إن كان مسيحيا أو كنيسة أو كنسا يهوديا أو غير ذلك. البعض يقول ما هذا، وصلنا إلى هذه الحالة؟ من قال؟ ما علاقة الحسابات والاستحقاقات التي يعني تكون في ذهن البعض بنصوص قرآنية واضحة حرمت سب المعتقدات؟ نص قرآني محكم لا يحتاج إلى كبير تفسير، اقرأوا إن شئتم. وهذا رد على التكفيريين والظلاميين الذين كرهوا أولادنا بالدين، لا أقول كرهوا غير المسلمين، الأولاد صاروا يخافون عندما يرون، يقول بابا ما هذا، هذا الدين؟ لا، لا علاقة لهذا الدين. الدين جاء باحترام الناس. الناس اقرأوا إن شئتم في سورة الأنعام، واللام هنا لا الناهية، لا الناهية، لا الناهية. قال تعالى ولا 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 تسبوا الذين يدعون من دون الله. الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. الإنسان لا يسب معتقدات الآخرين، أنت لا تؤمن بها لكن عليك ألا تسب الآخرين، هو يعتقد أيضا أنك على غير الضفة التي هو يؤمن بها، فما ينبغي عليك أن تسب أحدا، لا تسب سب أبدا. بل سمعت كلمة مرة من أحد المربين رحمه الله تعالى، قال يا بني لا تسب الشيطان لكن تعوذ من أذاه، يعني تعوذ من أذاه. وقد يقول قائل هذه مثالية زائدة، لا، لماذا يعني لماذا تلوث صفاءك أيها الإنسان؟ العاقل لا يسب. بل مرة جاءني بعض الكرام قال لي أن فلانا يدعو على المنبر، قلت لماذا لا يدعو لي، يدعو لي ولا يدعو على، يدعو لي. دائما الإنسان يبقى على صفائه، ذكر الجفا في موضع الصفا من الجفا. الموفق صاحب الشخصية القوية هو الذي يتسامى، كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، كما قال المتنبي كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم ما أبعد العيب والنقصان عن شيمي أنا الثري وذان الشيب والهرم. يعني يريد الشاعر أن يقول أنه أرفع من أن ينزل إلى سفاهة السفيه، مجابهة السفيه سفاهة. إذن أقبح أنواع الشتائم سب الله عز وجل أو الأنبياء. ثانيا سب معتقدات الآخرين. ثالثا سب الوالدين والعياذ بالله، سب الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا آباءكم، قالوا يا رسول الله يسب الرجل أباه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه. لكن هذا في زمن النبي، الآن نحن في زماننا والعياذ بالله. سمعت من بعض الشباب الغير الموفقين العاقين يسبون آباءهم، يسبون أمهاتهم من أجل أن الأم تخاف على ولدها أن يذهب إلى المكان، تخاف عليه من أجل أنها أو أنه لم يعطه المال الزائد حتى لا يذهب بعرفاق السوء ويطغى ويسافر، تخاف، يخاف عليه فيسب أباه، يسب. هذا موجود للأسف، للأسف، للأسف موجود، هذا أخطر شيء. سب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء كثيرة، لكن لا تسب الزمان. يعني بعض الناس يقول بئس الزمان الذي أحوجني إلى مثل هؤلاء، وكل شيء عنده بمقدار. الحديث أيها الإخوة ذو شؤون وشجون، وفيه كلام كثير والجو حار، لا أريد أن أطيل عليكم. أسأل الله عز وجل أن ينظف قلوبنا وألسنتنا، وأن يجعلنا كما قال عليه الصلاة والسلام دعوني أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، أن يجعل قلوبنا سليمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالين الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأجلس معكم إن شاء الله تعالى بعد الخطبة في درس الجمعة حتى أفصل تفصيلا لا بأس به. كنا نحن صغار في المدرسة كان المعلم رحمه الله تعالى يقول للطالب الذي تخرج من، وكنا صغارا في المرحلة الابتدائية، الذي تخرج من فمه كلمة بذيئة ولا يعرف، يقول اذهب استغفر الله 25 مرة واغسل لسانك ونظف أسنانك بالصابون وافعل مثلا صدقة كذا حتى يغفر الله. هذه أنا ما الذي أريده من هذه المثال، من هذا المثال أن نعلم أبناءنا صغارا كانوا أم كبارا أن الإنسان إذا خرجت وقد تصيبه الإنسان غفلة صالحين، كلنا ذاك الرجل، ما في إنسان معصوم، إنسان يغضب كذا، لكن الموفق الذي يحبه الله، الذي قال تعالى وأتبئ، قال تعالى إن الحسنات يذهبنا سيئات، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع الحسنة السيئة تمحها، ثم قال وخالق الناس بخلق حسن، يعني مباشرة إذا خرجت كلمة بذيئة أتبعها بكلمة طيبة. وإن شاء الله تعالى أنا على سفر مدة 3 أسابيع، أطلب منكم الدعاء في ظهر الغيب، وتوجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم واسألوا ربكم حوائجكم إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة